افتتح معرض الحصار أبوابه في باريس ليقدم عروضا لهواة وحرفي هذا المجال الذي ما زال يبهر أجيالا على مر العصور. تضمر برنامج المعرض نشاطات ومسابقات لإبراز مهارات الفرسان وأحصنتهم، إذ شاركت خيول عربية وآسيوية ومن شمال أوروبا كالإسلندية في العروض، وكذلك خيول فرنسية من خلال عرض عسكري لإحدى فرق وحدات شرطة هذا البلد. أما القارة الجديدة فكانت حاضرة من خلال خيالة رعاة البقر الذين أتوا من الغرب الأمريكي. Les visiteurs du salon du cheval viennent principalement pour trois choses. D'abord, voir des. يأتي زائرو هذا المعرض لثلاثة أسباب. أولها مشاهدة العروض، خصوصا أنها تقام في صالة داخلية دافئة في هذا الفصل الباريسي البارد. وثانيا الاقتراب من الخيول وتبادل الحديث مع مربيهم. التكنولوجيا كانت حاضرة هذا العام، إذ قدم بعض مختصي عالم الخيول تطبيقات تمكن الخيال من متابعة صحة حصانه، كما عرضت سترات واقية من الصدمات أو إيرباغ خاصة لركوب الخيول. أما هذا الكاتب الفرنسي فقد نشر مؤخرا كتابا يعرف من خلاله طريقة تربية الحصان، إذ يرى أنه كالطفل ينضج حسب تربيته. الخيل كالطفل، عليك أن تعلمه مبادئ التربية والأدب، وكتابي هذا يشرح الطرق والخطوات التي يجب اتباعها. إلى جانب العروض والمسابقات، يمكن للزوار التعرف على تقنيات وأساليب جديدة لترويض الخيول، إذ أصبح هذا العالم يجذب الكثير من الأوروبيين الذين ارتفع عدد إقبالهم لتربية الخيول إلى 15% في السنوات الخمس الأخيرة. ليث بزاري، العربية، باريس. للمزيد حول الموضوع ينضم إلينا زميل ليث بزاري من باريس. صباح الخير يا ليث. صباح الورد. وكالعادة معك أشياء كثير وحابين نتعرف على هذا المعرض بشكل أكثر. معي أشياء كثيرة. كيف عرفتي يا مها؟ كيف عرفتي أنه صباح اليوم 352 من هذا العام قريبا قرب يخلص العام وقريبا عيد ميلادي؟ ما تنسوا أنا دائما بحتفل بأعياد ميلادكم 28/12. طيب مسبقا بدنا نحكي يا ليث. زمان ما حكينا تواريخ على فكرة، وبعودكم أنا دائما أحكي عن التواريخ. اليوم مثل هذا اليوم انضمت عام 1956 انضمت اليابان إلى الأمم المتحدة، وفي مثل هذا اليوم زرع أول قلب اصطناعي في مستشفى الأوروبي جورج بومبيدو في فرنسا عام 2013. ديروا بالكم عقلوبكم ما تتعبوها مشان ما ينحط لكم قلب اصطناعي. نحكي عن شغلة كتير حلوة. في عنا هذا الكتاب اللي شايفينه، هو كتاب عمله المصور لوران دي كويك. الكتاب محتاجين زميلنا سيدريك، طبعا هو المخرج معنا، هو بلجيكي بس عاش بفرنسا، يساعدني مشان نفتح الكتاب لانه عجيب غريب. تفضل. مثل ما شايفين هو عبارة عن صور، في 4500 صورة تجسد، تخيلوا. خليه بعيد شوي عن المايك يا ليث. تجسد دارنا. ايوه أبعدت شوي، أبعدت. عبارة عن 4500 صورة تجسد 3.5 كيلومتر من مدينة البندقية في إيطاليا. ليش فينيس حب يبينها لوران دي كويك؟ طبعا هو من دار نشر ديشان، مشان يبين إنه هاي المدينة هي مش بس متحف في الهواء الطلق، بل أيضا مدينة بعيش فيها 50,000 شخص. تخيلوا إنه هالفكرة أخذت معاه تصوير شهر ونص مشان يعمل هذا الكتاب، لأنه عشان هيك احتجنا لسيدريك يساعدنا، لأنه بإيد واحدة ما صعب علينا نبين هالكتاب. هلأ بنقدر نحكي عن موضوعنا. شكرا سيدريك. ما بخلص 4500 صورة، تخيلوا انه يعني اذا واحد فتحهم بالبيت بده بيوت مشان يقدر يفتح الكتاب الكامل. طيب بدنا نحكي هلا عن الحصان، تفضلوا مشان نرجع بعدين نورجيكم اشياء تانية موجودة معنا. طب خلينا نلحق ونفهم منك عن معرض الحصان. انت بما انه زرت المكان وشفت الاجواء، خلينا نتكلم عن الاقبال وقد ايه مهم مش بس للحرفيين ولكن ايضا للاشخاص اللي بيقتنوا خيول وبيهتموا فيها. نعم، هو معرض مروة الحصان لعرض المهارات وأنواع الخيول. يعني شفنا أنا يعني أول مرة بشوف خيول كاوبويز بحجم مصغر، بتحس الحصان كأنه بعده مهر، كأنه صغير بس هو ما بيكبر. هذا موجودين بس في هذا المعرض. شفنا كمان التكنولوجيا والأزياء، شفنا كيف السيدات الخيالة صاروا برضو عالم الأزياء دخل في عالم الحصن. شفنا كيف إنه المعدات، إنه الخيول صار يعني
عن جد يعني عالم التكنولوجيا وصل إلى حدوة الحصان. تخيلوا حدوة الحصان بتأرجي قديه الحصان بقدر يركض أكم خطوة باليوم، وإذا في خفف السرعة، إذا كانت سرعته مثل ما كالعادة معنا في سبب، بفحصوا بشوفوا شو السبب. والحلو بالموضوع شفنا بطولات أو بطولة الحصان العربي اللي بيشارك فيها أفضل الخيول العربية، ومن المسابقات مسابقة القفز لونجين ل 160 سنتيمتر. طبعا 160 سنتيمتر الارتفاع وليس الطول، لأنه المسافة هي بتكون أكتر بكتير. وأخيرا نهائي الاتحاد الفرنسي للخيالة، هو صار شيء عريق. يعني هذا المعرض مش بس إنه الحرفيين اللي بيزوروا، بل أيضا الناس اللي بحبوا اقتناء حصان، صارت مثل ما حكينا بالتقرير زاد عددهم في فرنسا، وصار كتير موجود ناس من 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 الفرنسيين وحتى من أوروبا بيجوا يحبوا يتعرفوا على هذا العالم، على عالم الحصان. 25 صنف من الخيول يقدمها المربيون. شفنا خيول إسلندية، خيول سكوتلندية. على فكرة الخيول الإسلندية كتير ضخمة. طبعا المشاركة العربية أكيد موجودة، وشفنا كمان في كتب حول هذا العالم من طريقة التربية والتعامل مع الحصان. واحد من الكتاب حكى لي شغلة، قال لي الحصان مثل البيبي، مثل الطفل، إذا ما انتبهت على في تربيته بصير ما بتقدر تسيطر عليه. فهذا الشيء يعني ضروري في عالم الحصان. وطبعا شفنا إنه السرصة الواقية الإيرباك، تخيلوا إنه من كتر ما الإنسان تطور والتكنولوجيا تطورت صاروا يبحثوا على طرق لتفادي الوقوع من عن ظهر الحصان. صحيح. إذا كان الواحد يعني بما إنه كان هاوي أو حرفي في عالم الحصان يعتبر جدا خطر. ليث عندنا دقيقة، وأنا عارفة أنه عندك أشياء كثير وتحب دائما تورينا الأشياء قبل ما دقيقة وأقل من دقيقة. شايفين دقيقة. هذا الميزان إيه؟ طبعا بدي أحاول أفتح هذا الميزان الكتير سمارت، ميزان سمارت أو الميزان الذكي. شو في هذا الميزان؟ هذا الميزان ذكي، يبعث الأشعة في الجسد للمعلومات عن الشخص الذي بوقف عليه، على لازم يكون حافل قدمين، بشوف كمية الماء في الجسم، دقات القلب، وكمية العضلات، وكمية الدهن، ودرجة حرارة الجسم، وعدد الخطوات، وعن طريق هذا كل هذا عن طريق هاتف ذكي. وأخيرا بنقدر نعرف من خلال هذا الميزان وزن الإنسان. طبعا هو الشيء الأساسي لهدف للميزان اللي بيكون عادة في البيوت. شكرا لتذكيرك بالموازين يا ليث. زاد وزنك كم جرام؟ شكرا انك تذكرنا بالوزن. طيب وقتنا خلص، هلا بدي استعمل شغله على الهواء مباشرة. راح احط، انتو دائما بعرف النساء بحطوا مكياج كتير، بس احنا هاي مادة عملوها بيلفونتين بسويسرا، هي لي الرجال فقط. يعني مشان يكون عند الرجل، تعرف الرجل في كتير مثل أي شخص مثل من النساء بيكون في تعب خلال النهار، فهذا بنحط صباحا من بيلفونتين بسويسرا. وبقدر الواحد والله انك ممسوعة يا ليث كل المعلومات. شكرا جزيلا لك، للأسف انتهى وقتنا. فهذا الشيء مهم جدا للرجل في عالمنا العربي في كل العالم. الأسبوع القادم ان شاء الله يا ليث. شكرا جزيلا لك. ليث بزاري كان معنا من باريس.